خمس حالات تهدد بسحب شقتك بالإسكان الاجتماعي بعد الاستلام. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. خمس حالات تهدد بسحب شقتك بالإسكان الاجتماعي بعد الاستلام، تجنبها. الخبر من موقع النبأ، كتب الخبر الأستاذ عبد الهادي أبو طالب. بدأ مسؤول اللجان الضبطية القضائية التابعة لصندوق التمويل العقاري بالتنسيق مع اللجان المختصة بأجهزة المدن الجديدة في تفقد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها للمستحقين، للتأكد من شغل الوحدات وتحرير المحاضر اللازمة في حال ثبوت مخالفات، وذلك بعدد من المشروعات في المدن الجديدة. أوضحت وزارة الإسكان أنه يمكن إلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي في الحالات الآتية، إذ أثبت وجودها وهي تتمثل في خمسة حالات كالآتي: أولا، تغيير الغرض المخصص للشقة فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره. ثانيا، تسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو إجراءات، أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص. ثالثا، عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جميع الخدمات لها على نحو منتظم ودائم. 4. اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز. 5. وأخيرا، ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية مثل مفردات المرتب أو غيرها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.